أدى فريضة الحج والمناسك كاملة، لكنه أخطأ في رمي الجمرات في اليوم الثاني حيث رمى الصغرى ثم الكبرى ثم الوسطى، هل عليه شيء؟ نعم، لم يصح هذا الرمي، فعليه فدية، عليه أن يذبح فدية في مكة يوزعها على فقراء الحرم، فدية جبران عن الرمي اليوم الثالث أو اليوم الأخير. نعم.